لنا الآن الدكتورة سارة العطيفي، مديرة المكتب الإعلامي لحركة المصريين من أجل الديمقراطية حول العالم من واشنطن. الدكتورة العطيفي، صباح الخير لديكم هناك. ما الذي أوصلته هذه المشاهد للكتاتني من رسالة لك ولكل المصريين الذين يتابعون الحالة المصرية بعد الانقلاب؟ أولا يعني أقول إحنا في نظام فاشي، نظام انقلابي موجود. أولا الرسالة اللي المقصود بيها إن هي تطلع الصور بهذا المنظر لينا إحنا، إن يجي تقول لنا قيادتكم وهذا حالها دلوقتي. فأنتم هتعملوا إيه القيادات بتاعتكم وإنتها دلوقتي في السجون. I think كانت واضحة جدا جدا لكل الثوار. إحنا على مشارف موجة ثورية جديدة، ثورة يناير. فدي أعتقد هي كانت رسالة مهمة جدا بالنسبة للانقلاب، للنظام الانقلابي وعبد الحسيس المرتزق هذا، ان هي بتقول لي قيادتكم شوف حالها حصل ايه دلوقتي. للاسف يعني بعض النشطاء دكتور عطيفي حاولوا المقارنة الحقيقة بين صور ومشاهد رموز النظام السابق عندما كانوا في السجن، كيف كانوا يبدو عليهم الارتياح ويبدو ان شكلهم لم يتغير كثيرا، وبين مشاهد الكتاتني ورفاقه. البعض قال بأن هناك مقامات في داخل سجون العسكر الآن. أولا نعمل مقارنة، احنا عندنا حوالي 60 ألف معتقل داخل السجون. احنا لو نبص حال الدكتور الكتاتني بهذا المنظر، وهذا الدكتور الكتاتني رجل الشعب المنتخب، ده حال، ما هو حال 60 ألف معتقل آخرين في قبور الانقلاب أو في قبور السجون والمعتقلات؟ دي حال. الحاجة الثانية زي يعني خلينا نكون جدا، حسني مبارك ونظامه اللي كان موجود للاسف احنا اذلنا راسه فقط، ولكن الدوله العامه كان موجود. فانت ما تشوف حسني مبارك ولاده كان جمال ولا علاء، يعني لدرجه ان جمال خلف وهو في السجن. تعمل مقارنه بينهم عايشين زي فندق 5 نجوم في داخل السجون في عهد المجلس العسكري وجزء في عهد الرئيس محمد مرسي وليس بالكثير، ولكن المقارنه هناك فرق شاسع. يعني اصلا بنقول عن الهويه وعن الحريه وعن الديمقراطيه المصريه، فهي دي رساله احنا ككبار وكحقوقيين في الخارج. هناك فرق، الجسد ما زال موجود يا سيدي، راس فقط ازلوها واتوا براس اخرى تحل للاسف. ولكن احنا بنقول يعني المنظمات الحقوقيه في العالم كله، رايت واتش، كان انترناشونال امنستي، كان كل المنظمات التي تشدد او المنظمه العربيه لحقوق الانسان ضد الديمقراطيه وحقوق الانسان، اين هي الان؟ اين هي من الدكتور الكتاب؟ اين هي من 60 الف معتقل داخل السجون؟ اين هي من البنات اللي بتختطف السجون؟ اين هي من الشباب والاطفال المعتقلين؟ احنا عندنا فاضل يعني اطفال من عمر 8 سنين داخل المعتقلات. طيب يعني دكتور العطيفي، وانت مصريه وادرى بالوضع في داخل مصر، من يدير السجون المصرية في الفترة الحالية، وأي وزارة هي تشرف على أوضاع هؤلاء المساجين وأحوالهم في داخل السجون؟ الذي يدير هذه السجون هي سلطة الانقلاب الفاشية، هي سلطة انقلابية الفاضل، هي سلطة محتلة للوطن، هي سلطة ضد الديمقراطية وضد كل صوت حر. فاحنا عارفين ان احنا تحت انقلاب عسكري، تحت نظام عسكري انقلابي طائفي موجود بيعمل على هدر طاقات المجتمع المصري، التيار الاسلامي بحد ذاته. زي ما قلت من الاول خالص، هي رساله يحاولوا يرسلوها لينا احنا كمصريين كاحرار كثوار، بغض النظر عن انتمائك لاي مجموعه من المجموعات، ولكن هو بيقول لنا حال القيادات اللي هي القويه اللي كانت في العهد ده. شوف احنا رئيس مجلس الشعب داخل الحر بهذا المنظر. طيب يعني على كل حال، بعض ايضا ممن علقوا على هذه المشاهد قالوا هذه اهانه ليست للكتاتني، او هذا الضعف البادي على وجهه والهزال هو إساءة للبرلمان الشرعي المنتخب، وإساءة للشعب المصري الذي انتخبه، وإساءة لكل العملية الديمقراطية والثورة برمتها. ولكن أي انعكاس وأي أثر باعتقادك لهذه المشاهد في نفوس المصريين؟ أكانوا معارضين لمرحلة الديمقراطية أو مرحلة الإخوان كما يسميها البعض، أو ممن يؤيدون؟ اولا احنا شايفين دلوقتي في يعني تجاوب كبير جدا جدا من بعض اللي كانوا معارضين للتيار الاسلامي مع هذه الصوره. خليني بس اوجه حاجه، الصوره دي لما خرجت الدكتور لا يعرف ان الصوره هتخرج، انقلابيين اخرجوا هذا زي ما قلت رساله لينا. لكن انا لما اجي اشوف المعارضه بتاعت التيار الاسلامي او
ممتاز الله في تناقض عليكم كمنظر تمام، ولكن انا عاوز اقول حزن على القيادات وعلى اعتقالنا، الحزن مش عليهم، الحزن علينا احنا وعلى تشردنا ان مش عارفين نتوحد ومش عارفين تحت كتله واحده تحت قياده واحده لفك هذول المعتقلين، ان احنا نخرجهم من هذا المعتقل تمام، ان كان الدكتور الكتاتني او كان غيره او كان الشباب او يعني احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك 60 معتقل، ولكن احنا دلوقتي احنا سمعنا كتير قوي عن عمليه التوحد او عمليه الاصطفاف او عمليه الكلام اللي بيتكلموا عليه، معلش انا اسفه بالكلمه، ولكن كيف مرحله علينا احنا كقيادات في الخارج او في عمليه الالتقاء، علينا ان نوجد قيادات جديده توحد المشهد لاخراج هذول المعتقلين طبعا اللي فك اسر اوكي، الدكتور الكتاتني، الدكتور البتاجي، الدكتور عصام العريان، الشباب المعتقلين في اتجاه كانوا 6 ابريل، كانوا من التيار الشرقي، كانوا من التيار الاشتراكي، احنا الان في مواجهه مع نظام فاشي محتل بالوكاله، احتلال مصر دلوقتي مصر كانت محتله بالوكاله. مصر لو ما قامتش، مصر لو ما حررتش من هذا العسكري، الامه العربيه كلها واحنا شايفين تمزق الامه العربيه من الخليج، بنتكلم عن اليمن، بنتكلم عن ليبيا، بنتكلم عن العراق، بنتكلم عن فلسطين، بنتكلم عن احنا في مأزق حقيقي، السلطه الانقلابيه دي موجوده اولا احنا المفروض ان تكون المعتقلات تحت وزاره الخارجيه الانقلابيه، انت تنتظر منها ايه؟ احنا ننتظر من سوره انقلابيه وزاره الداخليه دي المفروض في خطوط ليها، ولكن احنا زي ما هقولها ثاني ورابع، احنا تحت سلطه فاشيه انقلابيه لا تعترف باي مواثيق كانت مواثيق الامم المتحده، حقوق الانسان، اي مواثيق لا تعترف بيها، تعترف بحاجه واحده فقط، كيف اثبت انا مكاني؟ كيف اثبت انا في الكرسي؟ ازاي انا افضل انا موجود انا كنظام عسكري انقلابي موجود في مصر؟ هذا هو الرسالة وهذا هو الموجود في الوضع الحالي، ولكن احنا بنشوف تأجج الشباب، بنشوف في كل المحافظات، يمكن النهارده احنا في محافظة الإسكندرية، المجمع الطبي في المجمع العلمي، مظاهرات داخل الشباب خلاص يعني احنا خلاص دلوقتي إناف إناف يعني كفاية كفاية كفاية، مش كفاية لينا احنا بس، كفاية للأمة بحالها، احنا بندافع عن أمة وليست مصر فقط. طيب الدكتورة سارة العطيفي مديرة المكتب الإعلامي لحركة المصريين من أجل الديمقراطية حول العالم كانت معنا من واشنطن، نشكرها جزيل الشكر عبر خدمة سكايب.